سلام الله عليكم أيها الطيبون والطيبات، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، ودائما نأتيكم بجديد الأخبار. فأتمنى من كل المتابعين الكرام الذين يشاهدون حلقاتنا ألا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب وترك تعليق محفز تحت الوصف. وحتى لا أطيل عليكم، دائما نبدأ الحلقة بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا ردت المملكة المغربية على التصعيد الجزائري. الإيرانيون يكشفون مصير زعيم حزب الله بعد محاولة الاغتيال. زوجة الفنان محمد الريفي تعلن انفصالها بتدوينة صادمة. دنيا بطمة تتصدر الترند الخليجي رغم غيابها، فما هي القصة؟ التفاصيل في هذه الحلقة. دوزيم تستعين بطاليس في برنامج جديد. الفنانة المغربية فاضلة بن موسى تخرج عن صمتها بعد شائعة وفاتها. الجامعة الملكية المغربية في مأزق مع الكاف قبل كأس إفريقيا. بتصريح مؤثر وجديد، إبراهيم دياز يعلق على إصابته. وليد الرجراجي يستبعد 3 لاعبين كبار من لائحة المنتخب المقبلة. بعد الخطوة الغبية التي أعلن عنها النظام العسكري الجزائري عن قرار يعود لفترة الحرب الباردة بفرض التأشيرة على كافة المواطنين المغاربة الحاملين لجواز سفر مغربي، تشير المصادر إلى أن القرار الصادر عن الخارجية الجزائرية والذي يعتبر لا حدث لدى المغاربة بحكم أن الشعب المغربي لا يفكر أصلا في السفر إليها لن يتضرر منه سوى العائلات المختلطة المغربية الجزائرية، بحكم أنه لا وجود لشيء اسمه السياحة أو الاستثمار بين البلدين منذ سنوات. فالقرار البليد للنظام العسكري الجزائري سقط كالصاعق على العائلات المختلطة المغربية الجزائرية التي سيعاني أفرادها من المساطر القنصلية بعدما كانوا يعانون بسبب غياب خطوط جوية مباشرة. تشير ذات المصادر إلى أن المغرب سيرد في حينه على فرار الحكومة الجزائرية القاضي بإلزامية الحصول على تأشيرة دخول إلى ترابها بالنسبة لجميع المواطنين الحاملين لجوازة سفر مغربية. وأوضح ذات المصدر أن الدبلوماسية المغربية تتصرف كما هو معود بحكمة وتأني، مشددا على أن دبلوماسية المملكة المغربية لا تتأثر بمناورات الخصوم. متتبعون للشأن الجزائري وضمنهم نشطاء ومعارضون مقيمون في المنفى اعتبروا أن هذا القرار الغبي هو في الأصل قرار عسكري وليس قرار دبلوماسي، بحكم أن الجيش من يتحكم في مصير البلاد والممسك الفعلي بكل السلطات. فهذا القرار حسب هؤلاء يمهد لمنع المواطنين الجزائريين من زيارة المغرب، وربما تسليط عقوبات حبسية في حق من يزور المغرب من الجزائريين، خاصة مع قرب تظاهرات رياضية دولية من حجم كأس أمم إفريقيا وكأس العالم 2030، في سابقة ستعيد إلى الأذهان الأنظمة الشمولية ككوريا الشمالية. ووصف ذات المصدر قرار الحكومة الجزائرية برقصة الديك المذبوح، مفسرا اتخاذ هذا القرار في السياق الراهن بأنه تعبير عن اليأس الذي يتملك النظام الجزائري بسبب العزلة الدولية التي بات النظام العسكري الجزائري يعيش في كنفها بعدما بات وضيعا معزولا تخلت عنه فرنسا وإسبانيا لصالح المغرب، بل وحتى روسيا التي لم تعد تقيم له وزنا وأضحت تميل إلى التقارب مع المغرب. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصادر أمنية أن أمين عام حزب الله حسن نصر الله في مكان آمن، وما تتداوله وسائل الإعلام الصهيونية عن مقتله غير صحيح بالبتة. وقالت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مقرب من حزب الله أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على قيد الحياة. وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني أن قادة كبار قالوا إنه حتى الآن ليس بالإمكان تأكيد أو نفي مقتل حسن نصر الله.
نصر الله. ونقلت القناة 12 الصهيونية عن مصدر صهيوني تأكيده أنه سواء نجحت عملية الاغتيال بقصف الضاحية أم لا فهي رسالة قوية. وأكد ذات المصدر الصهيوني أن التأكد من نتائج الهجوم على الضاحية سيستغرق بعض الوقت. وزعمت القناة 13 الصهيونية أن معلومات الاستخبارات الإسرائيلية أكدت أن نصر الله كان في المقر المستهدف لكن مصيره ليس واضحا. اقتنت زربية ب80 مليون سنتيم أمن مدينة فاس يحقق في النصب على سائحة أمريكية. تقدمت سائحة أمريكية بشكاية لدى السلطات الأمنية بعدما قام صاحب رياض ومرشد سياحي بفاس بإقناعها بشراء زربية ادعى أنها مصنوعة من الحرير بمبلغ 80 مليون سنتيم وقيمتها لا تتجاوز 15 مليون سنتيم. وحسب مصادر خاصة فإن السائحة الأمريكية رافقت المرشد في جولة سياحية بمدينة فاس للاطلاع على تراث العاصمة العلمية والاستمتاع بدروبها الضيقة وشراء بعض الهدايا التذكارية، حيث تم إقناعها بشراء زربية بمبلغ 80 مليون سنتيم على أنها منسوجة بالخيوط الحريرية، إلا أنها اكتشفت بعد بحثها على أنها زربية من صنع تركي لا يتجاوز مبلغها 15 مليون سنتيم. وأضافت ذات المصادر أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة ملابسات وحيثيات بيع هذه الزربية وثمنها الحقيقي واتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقع. وكانت سائحة أمريكية أخرى قد تعرضت لعملية نصب خلال شهر يونيو 2022 من طرف أحد المرشدين السياحيين بفاس، حيث أقدم على إقناعها بشراء 8 زرابي بمبلغ 45 مليون سنتيم من أحد المحلات بازارات المعروفة بالمدينة العتيقة. وأضافت ذات المصادر أن أصدقاء السائحة أكدوا لها أن ثمن الزرابي يفوق قيمتها الحقيقية بعشرات الأضعاف عن القيمة الحقيقية، وهو ما دفع بالسائحة بالعودة عند صاحب المحل واسترجاع أموالها. وفي ذات السياق قررت السائحة فضح عملية النصب التي تعرضت لها عبر موقع سياحي عالمي في الأسبوع المنصرم أوضحت فيه القصة بكاملها رغم اعتذار المرشد السياحي وصاحب محل الزرابي. كما نوهت السائحة بخدمات اليد العاملة والترحيب الجيد لبعض العاملين بالرياضات بفاس. وأثارت قضية النصب على السائحة الأمريكية جدلا كبيرا وانتقادات لادعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزارة الداخلية إلى فتح تحقيق حول ملابسات عملية النصب. وفي تصريح لأحد المواقع الإلكترونية استنكر عدد من مهنية السياحة بمدينة فاس هذا الفعل الأخلاقي، مشيرين إلى أن هذه التصرفات تؤثر سلبا على القوت اليومي للعمال بهذا المجال الحيوي، سيما أن المدينة العتيقة لفاس تتنفس من مداخل الرواج السياحية. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ليلة يوم الخميس خبر انفصال الفنان المغربي محمد الريفي عن زوجته سكينة، وذلك بعد إعلان الأخير عن الطلاق عبر حسابها الشخصي على منصة الانستغرام. وقد أحدث هذا الخبر ضجة كبيرة بين متابعي الفنان وجمهوره، خاصة بعد أن شاركت زوجته تفاصيل مؤلمة عن رحلتهما المشتركة معبرة عن إحباطها واستيائها من الطريقة التي انتهت بها العلاقة. وأعلنت سكينة زوجة محمد الريفي عن انفصالهما من خلال نشر صورة من داخل المحكمة، ورافقت بتدوينة تحمل رسالة واضحة عن التضحيات التي قدمتها خلال فترة زواجهما. وجاء في التدوينة: هافين كتوصلي مني كتوقفي معاها، فزلطو وحزنو ومرضو ووسواسو ومشاكيلو وفضائحو، وطيحي صحتك عليها، مني كيوقف أول وحدة كيركل هي أنتي. هذا المنشور يعكس حجم التحديات التي واجهتها سكينة خلال فترة ارتباطها بالريفي، والذي بدوره لم يرد على هذه التصريحات بشكل مباشر. رغم الانتقادات والتعليقات المتداولة حول الموضوع، فضل محمد الريفي عدم الخوض في تفاصيل الطلاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واكتفى بنشر فيديو له على الانستغرام يظهر فيه وهو يغني في إحدى الحفلات بمصر، معلقا على الفيديو بعبارة جامدين جامدين والله جامدين. وقد اعتبر البعض هذا التجاهل من الريفي بمثابة رد غير مباشر على إعلان زوجتها، فيما اعتبر آخرون أن هذا السلوك يعبر عن رغبته في الابتعاد عن الجدالات الشخصية والتركيز على حياته المهنية.
الجدير بالذكر أن الفنان محمد الريفي مر في السنوات الأخيرة بأزمة نفسية حادة دفعته للتوقف عن ممارسة نشاطه الفني لفترة طويلة. هذه الأزمة أثرت على حياته المهنية والشخصية على حد سواء، لكن في الشهور الأخيرة عاد محمد الريفي إلى الساحة الفنية من جديد، وكانت أولى خطواته في العودة إحياء حفلات في مصر، حيث استأنف نشاطه الفني تدريجيا. وبعد إعلان سكين عن طلاقه من محمد الريفي، انهالت التعليقات مع متابعيهم على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعاطف الكثيرون مع سكين نظرا لما أفصحت عنه من معاناة وتضحيات قدمتها خلال فترة زواجها، بينما انتقد آخرون الطريقة التي تم بها الإعلان عن الطلاق على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين أن مثل هذه الأمور الشخصية يجب أن تبقى بعيدة عن السوشيال ميديا. يعد محمد الريفي واحدا من الفنانين الذين برزوا في الساحة الفنية بعد فوزه بلقب اكس فاكتور في نسخته العربية. ورغم النجاحات التي حققها في بداية مشواره الفني، الا ان التحديات النفسية والضغوط اثرت بشكل كبير على مسيرته، ومع عودته مؤخرا الى الساحة الفنية يأمل الكثيرون ان يتجاوز هذه الازمة الشخصية ويستعيد بريقه الفني من جديد. مع عودته التدريجية الى الساحة الفنية، يبقى مستقبل محمد الريفي مفتوحا على العديد من الاحتمالات، وفي ظل التجارب الشخصية التي يمر بها من المتوقع أن تشكل هذه المرحلة تحديا كبيرا له على المستويين الشخصي والمهني. عاد اسم الفنان المغربي دنيا بطمة ليسجل حضوره بقوة في الساحة الفنية العربية بعد أن حققت أغنيتها الشهيرة مزيان واعر نجاحا متجددا، واحتلت الترند العربي مجددا على الرغم من مرور 9 سنوات على إصدارها. الأغنية التي أطلقت لأول مرة في عام 2015 شهدت طفرة في عدد المشاهدات على منصة اليوتيوب لتتجاوز 60 مليون مشاهدة، ما يبرز الاستمرارية التي حققتها في جذب الجمهور من مختلف البلدان العربية على مدار سنوات عديدة. وتميزت مزيان واعر بتقديم إيقاعات شبابية ممزوجة بلهجات مغربية وخليجية، ما ساعد على تحقيق انتشار واسع من جديد وتصدرها قوائم الاستماع الخليجية، خاصة مع احتفالات العيد الوطني السعودي، الأمر الذي شكل خطوة نجاح جديدة لدنيا بطمة في عز الأزمة التي تمر منها صاحبتها وبعد مرور أشهر على سجنها. وتفاعل الجمهور العربي بشكل كبير مع الأغنية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي احتفالا بالعيد الوطني السعودي، وهو ما ساهم في عودتها إلى الواجهة بعد أن اكتسبت زخما جديدا على المنصات الرقمية في وقت تشهد فيه الساحة الفنية إصدار مجموعة من الأعمال الجديدة. ويبدو أن عودة دنيا بطمة من خلال هذه الأغنية ما هو إلا رسالة على عودتها بقوة إلى الساحة الفنية لحظة خروجها من السجن. يطل الممثل الكوميدي عبد العالي المهر الشهير بطاليسة على جمهوره في برنامج تلفزيوني جديد سيعرض خلال الأسابيع المقبلة على القناة الثانية. وكشفت مصادر موثوقة أن طاليسة سيطل على مشاهدي دوزيم من خلال برنامج ترفيهي جديد سيعيده للشاشة الصغيرة، وستكون أول تجربة له في مجال تقديم البرامج. وأوضحت ذات المصادر أن قناة دوزيم استهلت تصوير الحلقات الأولى من البرنامج في أحد استديوهات القناة، وسينافس مجموعة من البرامج التي ستعزز شبكة دوزيم خلال الموسم التلفزي الجديد. في المقابل تعود القناة الثانية بمجموعة من البرامج الجديدة، منها صباحية دوزيم الذي يعود بحلة مميزة وبمنشطين جدد، حيث استعان بخدمات مجموعة من المختصين في مجالات متعددة، منها خبيرة التجميل ليلى بولقدات التي ستتولى تقديم فقرة خاصة بالجمال، كما سيكون جمهوري على موعد مع فقرة ترند التي ستقدمه مدونة الموضة منية الصنهاجي، فيما ستتولى مصممة الأزياء فضيلة القباج تنشيط فقرة تهتم بالموضة. يشار إلى أن القناة الثانية ستعزز بمجموعة من البرامج الترفيهية والموسيقية خلال الموسم التلفزي، منها برنامج موسيقي شعبي جديد، كما ستتعزز شبكتها بعدة إنتاجات درامية سترى النور خلال الأسابيع المقبلة. خرجت الفنانة المغربية القديرة فضيلة بن موسى عن صمتها لترد على الشائعات التي شاحت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية،
بخصوص خبر وفاة المزعوم هذه الشائعة التي انتشرت بسرعة كبيرة عبر مختلف المنصات الرقمية، تسببت في قلق كبير لدى جمهورها وعائلتها خاصة المقيمين خارج المغرب. وفي تصريح منها للصحافة أبدت فاضلة بن موسى انزعاجها الشديد من مروجي شائعة وفاتها، مؤكدة أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها مثل هذه الأخبار الكاذبة. وقد عبرت بن موسى عن غضبها الكبير من تكرار هذه الظاهرة قائلة: الحمد لله أنا بخير، والله لا أفهم لماذا يروج البعض لمثل هذه الإشاعات التي تسبب في قلق عائلتنا. انتشار هذه الشائعة أثار موجة من الهلع بين أفراد عائلة فضيلة بن موسى، وخاصة أولئك الذين يقيمون خارج المغرب، حيث وجدوا أنفسهم في حالة من الخوف والترقب. الشائعات التي روجت صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في تضخيم هذا القلق، وهو ما جعل الفنانة تشعر بمسؤولية توضيح الحقيقة لجمهورها. وفي حديثها شددت بن موسى على أن مروجي هذه الأخبار الكاذبة يجب أن يحاسبوا على أفعالهم، معبرة عن استيائها من غياب الوعي والمسؤولية لدى بعض الأشخاص الذين ينشرون مثل هذه الأخبار دون التفكير في التأثير السلبي الذي يمكن أن يحدثه. وقالت في هذا السياق: الله يأخذ فيهم الحق، معربة عن أملها في أن يتوقف الناس عن ترويج مثل هذه المغالطات. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأهل المنتخب المحلي المغربي مباشرة إلى المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للمحليين ممثلا عن منطقة شمال إفريقيا. وسبق للاتحادين الجزائري والمصري أن قدم اعتذارهما للكاف عن المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للمحليين. إعلان الكاف عن تأهل المغرب يضع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مأزق، على اعتبار أن فوز الأقجع سبق له أن أعلن عن انتهاء دور المنتخب المحلي، وتثير إمكانية مشاركة المنتخب المغربي للمحليين جملة من المشاكل في البطولة الوطنية التي ستعني توقفها لأكثر من شهر، وما يطرح من عرقلة تقنية للفرق التي تنافس على اللقب أو تلك التي تنافس على الصعيد القاري. تحدث الدولي المغربي إبراهيم دياز لاعب نادي ريال مدريد الإسباني بتأثر عن إصابته الأخيرة التي تعرض لها أمام ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، مؤكدا أنه سيعود أقوى مما كان عليه. وفي كلمته على هامش منتدى نظمته مجلة فوربس، بدا دياز متأثرا عندما وصف ما شعر به عند علمه بمدة غيابه عن الملاعب، وقال: كان علي أولا تقبل الأمر بعد يومين أو ثلاثة، أدركت أنه يجب النهوض والعمل بجد للعودة في أقرب وقت. وأضاف اللاعب ذو 25 عاما: الإصابات هي أصعب جزء في كرة القدم، إنه شعور قاس للغاية، لكني سأبذل قصارى جهدي للعودة أقوى مما كنت، أريد أن أكون قادرا على مساعدة الفريق في أسرع وقت ممكن. يذكر أن إبراهيم دياز سيغيب عن ريال مدريد لمدة تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر بعد تعرضه لإصابة على مستوى العضلة المقربة للفخذ. تتجه أنظار عشاق كرة القدم المغربية إلى قائمة الأسود المرتقبة، حيث تشير التوقعات إلى تغييرات ملحوظة في تشكيل الفريق، وتتأثر هذه التغييرات بمستويات أداء اللاعبين وإصابات بعضهم في وقت يبرز فيه آخرون بأداء متميز مع أنديتهم. وبحسب ما أفاد به موقع وين وين المتخصص في الأخبار الرياضية، إن قائمة المنتخب المغربي ستشهد تغييرات ملحوظة نتيجة لتراجع مستوى بعض اللاعبين وإصابة آخرين. في مقابل برز عدد من اللاعبين مع أنديتهم والذين غابوا عن صفوف أسود الأطلس في المباريات السابقة. وتوقع الموقع في تقريره أن تشهد قائمة منتخب المغرب عودة 3 لاعبين بارزين في الفترة المقبلة، ويتصدر هؤلاء اللاعبين يحيى عطية الله الظهير الأيسر للنادي الأهلي المصري الذي غاب عن صفوف أسود الأطلس في المباراتين السابقتين ضد الغابون وليسوتو. وأبرز ذات المصدر أن حدود جواد اليامق مدافع الوحدة السعودية قائمة للعودة إلى صفوف المنتخب المغربي بعد غياب طويل منذ نهائيات كأس العالم 2022، مشيرا إلى أن ذلك في إطار سعي المنتخب لتعويض غياب رومان غانم سيس الذي يعاني من نقص في التنافسية.
بالإضافة إلى شادي رياض الذي يتعافى من إصابته. وفقا لنفس المعطيات، فإن أمين الوزاني مهاجم سبورتينغ براغا البرتغالي يتنافس بقوة على مكانته في منتخب المغرب، مع إمكانية انضمامه إلى المعسكر الإعدادي القادم للفريق المغربي. من جهة أخرى، كشف موقع وين وين أن حظوظ 3 لاعبين في الانضمام إلى المنتخب المغربي لمواجهة إفريقيا الوسطى ضعيفة، ويتعلق الأمر برومان غانم سيس مدافع السد القطري، وسليم أملاح لاعب بلد الوليد الإسباني، إضافة إلى عبد الكبير أبقار مدافع ديبورتيفو ألافيس الذي قدم مستوى متواضعا في مواجهة الغابون. إلى هنا أقول لكم شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء. Thank you.